لسه مكملين مع حضراتكم طبعا تكريم فريق 18 سنة للأنسات واللي حصل على بطولة القاهرة وبطولة الجمهورية كإنجاز، يا الحقيقة كبير لهذا السن. برحب طبعا بريم أشرف لعيبة الفريق، أهلا بيك يا ريم. أهلا بحضرتك، منورانا وألف مليون مبروك. أهلا بحضرتك. برحب بماهي محمد لعيبة الفريق. أهلا بحضرتك. مبروك يا ماهي. أهلا بحضرتك. طبعا برحب بهنا نبيل بخيت، ازيك هنا؟ ازيك مبروك. الله يبارك فيك. برحب ايضا بريم علي طلعت، مبروك عليك. الله يبارك فيك، منورانا ومشرفانا. يمكن ابتدي بريم. ريم موسم صعب طويل لعبته واتمرنته، جو جديد عليكم، يمكن دي اللي هتفتح عينيكم بقى تاني للدرجه الاولى وتشوفوا ازاي تبتدوا. كلميني عن بدايه الموسم معاكم. هو احنا ابتدينا الموسم ان احنا لازم نعمل ديفنس كويس على اي فرقه، لان احنا يعني كنا بنخسر يعني سكورات، يعني هو سكور قليل وكده، يعني اللي هو يعني احنا عملنا ديفنس اكتر شويه كنا هنقدر نكسب. فبدأ طبعا كابتن اسلام بدأ معانا لازم نعمل ديفنس. الاتاك بدأنا فيه مثلا في شهر 12 ولا حاجه، يعني لو انت نركز عليه. كل التركيز في الاول على الدفاع والاعداد البدني. اه بالظبط. ما زهقتوش؟ لا خالص، احنا كنا عايزين البطوله عشان ناخدها، فكان هدفنا البطوله. طب ريم عايز اسالك سؤال، انت باباكي رياضي صح كده ولا انا غلطان؟ كان لعيب كره يد. طب ايه اللي لعبك باسكت بقى؟ يعني كنت بشوفه هو بيلعب، يعني شفت ناس كتير في الفيرست تيم، يعني شفت رانيا عادل وهي بتلعب، ف حبيت الباسكت. حبيت الباسكت. لعلمك ساعات كتير جدا تلاقي الاب او الام بيلعبوا رياضه، مش بالضروره لازم ابنه يلعب نفس الرياضه. بس انت خدتي يمكن اليد عنيفه شويه. قوي. انت لا ده مش قوي، ده قوي يعني فاهمه، يعني اليد الحقيقه لعبه احنا شفنا حتى بطولة افريقيا اللي فاتت عنيفه. عنيفه جدا جدا. انت حبيتي الباسكت، تلعبي باسكت حلوه والدنيا بسيطه صح ولا غلطان؟ طيب مين اللي شجعك اكتر تلعبي باسكت، بابا ولا ماما؟ ماما. كانت عايزاكي تبعدي عن المعركه دي. وانت ما صدقتي، قلت يلا روح باسكت بقى، لعبه حلوه وهاديه كده وجميله. طيب قولي لي برضو، يعني انت في سنه كام الاولاني؟ اولى جامعه. اولى جامعه، يعني عديتي بقى المعمعه كلها. بس انت كده داخله دراسه مدرسه صغيره. داخله سنه بدري. داخله سنه بدري، دي فرقت معاكي. بس على فكره دي مدياكي ميزه، انت خلاص عديتي. بس يعني يمكن انت اكتر واحده ممكن تحافظي على التمرين. صح. طب قولي لي، يعني اكيد يعني الجامعه بيبقى الموضوع اهدى شويه، بيبقى فيه تفكير اكتر اهدى، بيبقى الواحد سبق اغلب البنات اللي معاه. ما فكرتيش تطلعي بره؟ فكرت طبعا، يعني هو الجامعه هتديلي فرصه ان انا اعمل سكولرشيب بره، او منحه دراسيه. يعني هو موضوع لسه شغال، يعني ممكن سنه ثانيه. لسه الفكره ما صرفتش المبلغ. لا لسه والله. يعني خاصه نادين لما طلعت وهلا شعراوي وريم، الموضوع مشجعكم. طيب قولي لي، انت في جامعه ايه؟ اكاديميه بحريه. يعني ايه، هندسه ولا بزنس؟ بزنس. طب ده برضو محتاج وقت ومحتاج تفرغ ومحتاج حضور، موضوع مش سهل. بس يعني كابتن اسلام لما نعتذر له كده مره، يعني احنا ما جيناش، يعني عادي. بس احنا هذا المعظم. طب قولي لي يومك ازاي، بتعملي ايه؟ يعني انا عملت جدولي في الجامعه، بس ان انا اخلص الساعه 2 3 كده. تمام. وبعد كده يعني عشان التمارين بتبقى 6 8 فبرجع انام بقى وكده. انت قريبه من الجزيره ولا ساكنه؟ لا في الشيخ زايد. الشيخ زايد بس برضه قريب، يعني مش يعني هي مشكلتك بس كلها في المحور. طيب وبعد كده بتروح ترجعي البيت تريحي شويه وتذاكري؟ بعد كده بنزل التمرين. ترجعي على التمرين. طب لما بداتوا الموسم يا ريم، يعني خلينا نقول انتوا عيلة رياضية، واكيد باباك ومامتك مقدرين يعني ايه رياضي بيتعب. بدأت الموسم كان في اعداد قوي، كان في بطولة القاهرة ما كانتش سهلة، بطولة الجمهورية، كنت حاسة ان تقدروا تكسبوا؟ طبعا كنت حاسة، ان احنا كنا السنة اللي فاتت لسه واخدين الجمهورية مع 99، فكنت حاسة لا يعني عادي. عادي نقدر نكسب. عادي. بالرغم ان انتوا قبل كده وصلتوا دورة ثلاثية وخسرتوا، فكان الموضوع بالنسبة لكم. واحنا كنا معظم الدورة الثلاثية بنخسرها عشان اجهاد مش اكتر، يعني عشان لاعبين 9 ماتشات ورا بعض ولا من غير راحة. فمش طب ايه اللي حصل السنة؟ السنة دي احنا واخدين اسبوعين راحة، فرق بين الفاينلز الأولانية والدورة الثلاثية. بس برضه خلي بالك اكيد الناحية البدنية اعلى. يعني مش بس الاجهاد هو اللي ممكن يخلي الواحد لا انتوا اكيد زدتوا، يعني خلينا نقول ان الدفاع هو اللي زاد معاكم جدا. ايوه، ما احنا التمارين اختلفت طبعا عن 16 من 18. طب كلميني عن الروح بينكم من بعض يا ريم. يعني انتوا بينكم من بعض بروحكم عامله ازاي؟ هل انتوا لما بتحسوا ان مباراه جايه صعبه، كلميني على الكواليس اللي بتحصل بين اللاعبات، هل مثلا بتقعدوا تكلموا بعضيكم لا احنا محتاجين نكسب البنت الفلانيه في الفرقه الفلانيه قويه لازم نعمل عليها كذا، الكلام بيدور منكم ولا انتوا بس بتتلقوا تعليمات من كابتن اسلام؟ لا طبعا في كلام بيدور بينا، ان احنا كل واحد فينا يركز هو ماسك مين، احنا عارفين كل الناس اللي بيلعبوا في كل فرق، كل واحد يركز هو ماسك مين كويس وبيعمل ايه، وعارف كويس قوي بيعمل ايه، ان احنا لعبناهم مثلا كتير قوي فعارفين كل واحد بيعمل ايه ولازم كل واحد يركز. طب وهو لما بيبقى مثلا قصادنا قدامنا لعيب قوي جامد، يعني او بنت معروف ان هي
بتلعبنا بتجيب سكور عالي بتشوت كويس، هل بس التعليمات اللي بيديها لنا كابتن اسلام هي دي اللي نلتزم بيها، ولا انتم ممكن تتفقوا بينكم وبين بعض لا انا همسكها لا كابتن سيبها لي انا امسكها، ولا هي تعليمات فقط بتنفذ؟ لا بنتفق بينا من بعض، لان كابتن اسلام كان اول سنه ليه مرن بنات، فيعني لسه هو اتعرف على البنات دي من خلالنا احنا اللي قلنا له يعني مين اللي بيلعب عندهم كويس مين كده. وهو غير طبعا هو طبعا راح اتفرج على ماتشات، بس يعني احنا برضو عارفين برضو كل واحد بيلعب ازاي. صحيح اكتر من صحيح. يمكن هنا اجي لك انت طبعا بنت كابتن نبيل بخيت نجم كبير وعيله رياضيه، الموضوع ده فرق معاكي؟ طبعا فرق معايا جدا، عشان دايما بابا بيتجه للنقد عشان لازم ابقى حاجه اكبر، عشان انا ما ينفعش ابقى بنت نبيل بخيت كده. ودايما كمان كان لازم بيضغط عليا عشان انا لازم اتعب ولازم ابقى حاجه احسن. برافو عليك. انا عارف ان كابتن نبيل كمان يعني دايما عايز الافضل ودايما بيضغط عشان يجي يعني انا معلش اقول يعني ما فيش اي حاجه بتعجبه خالص يعني. طيب ايه التوجيهات اللي كان بيقولها لك برده مع كابتن اسلام؟ اكيد المدير الفني طبعا كابتن اسلام. ايه التوجيهات اللي شفتيها السنه دي؟ كان دايما هو بابا دايما بيوجهني من السنه اللي فاتت، يعني دايما هو معايا من الاول خالص. ايه اكتر حاجه بابا دايما بيقول؟ الدفاع. دفاع اهم حاجه في رياضتنا. لازم يعني هو دايما بابا بيقول ان هو ممكن اي حد يجيب باسكت، بس مش اي حد يعمل ديفنس. صحيح، دي بتبقى يعني اهم حاجه في الرياضه تقريبا. بابا كان بكل اللي يخش بلوكات اللي يفوت يموت. احنا كمان كل عيلتنا رياضيه. انا خالي شريف بهيت وماما كانت رانيا الصناديري طبعا، وخالي تامر الصناديري. فيعني واخواتك بيلعبوا باسكت كمان؟ اخويا. اخوكي. يعني خلينا اقول ان انت برضو مش لوحدك، يعني كلكم بتلعبوا رياضه. فاكيد ده بيفرق. طب قولي لي انت السنه دي فدت فرقتك ازاي؟ طبعا احنا دايما اهم حاجه بالنسبه لي معنويا. فدت فرقتي معنويا، يعني دايما كنا بنحاول نشجع بعض، ودايما كنا بنحاول تبقى اهم حاجه عندنا ان هو اهم حاجه فعلا البطوله ومصلحه الفرقه، زي ما كابتن اسلام على طول بيقول. ما عندي ما في ما حدش يحط مصلحته الشخصيه ابدا قدام الفريق أبداً. يعني انا شايف ريم حتى بتقول يعني صح الكلام ده. يعني انتوا كنتوا دايما حاطين مصلحه الفرقه. دايما الفرقه، وبعد كده اي حاجه ممكن تيجي بعدها. صحيح. وخلينا اقول انه موضوع الدوره الثلاثيه ده برضو مش كان عامل لكم عقده شويه؟ يمكن كنت حاسين ان موضوع الدوره الثلاثيه ده وهيبقى ماتشات ورا بعض وبتاع، شفتوه ازاي المره دي؟ احنا شفناها خير. احنا شفناها، بصينا الموضوع بطريقه بوزيتيف اكتر. برافو. وشفنا الموضوع خير، وان احنا كده لا في امل، بدل ان احنا لو كان السموحه كسب صيد كنا ناخد تاني، لكن لا ده كده ربنا بيدينا فرصه تانيه ان صحيح. احنا ناخد اول ونلعب على اول تاني. صحيح. ودايما كابتن اسلام كان بيقول لنا ان هو ربنا بيديكوا الفرصه فما تضيعوهاش من ايديكم. صحيح. برافو. صحيح، كلامك كويس جدا. وخلينا يماهي يمكن اجيلك، مباراة سموحة اللي خسرناها في الدور الأول، ماهي محمد طبعا لاعبة الفريق، المباراة الأولى خسرناها مع سموحة، خلاص احنا لو كان سموحة كسب الصيد كان خلص. حصل إن المباراة اللي بعدينا أو اللي بعديها في الأيام اللي بعد كده الصيد كسب سموحة، شفتوا المباراة دي إزاي؟ هو احنا طبعا يعني كان من جوانا نفسنا إن احنا ناخد فرصة تانية إن الصيد طبعا يكسبهم، عشان يبقى في فرصه ان احنا نقدر ناخد اول، ولو هم كانوا خسروا كنا هناخد تاني، بس يعني احنا كان هدفنا ان احنا اول جمهوريه. ما حبطتوش من خساره سموحه؟ ما قلتوش لا خلاص ده الدوري راح؟ هو لا يعني هو ما كانش فيه توفيق، بس من عند ربنا. احنا يعني لعبنا يعني عملنا مجهود في الماتش، بس ربنا ما كانش موفقنا مش اكتر. بس عملتوا ايه بعد الماتش؟ بعد ماتش سموحه كنتوا زعلانين قوي؟ اكيد. قعدتوا تعيطوا بقى والكلام ده ولا؟ اكيد كنا متضايقين، بس يعني كنا شايفين برضو ان ربنا اكيد مش بيضيع مجهود حد. صحيح. بس وقلنا يعني احنا برضو مش هنفقد يعني الامل، وربنا ادانا فرصه ثانيه. طب قولي لي برضو، انا بحب ارجع تاني لبدايه الموسم. بدايه الموسم هي بتبقى الاساس في كل شيء، الاعداد البدني، الاعداد النفسي، السيستم القوي اللي كان حاطه كابتن اسلام. انتوا كنتوا حابين ده ولا كنتوا شايفينه هيبقى لود عليكم؟ هو في الاول الكابتن طبعا يعني كلمنا ان الديفنس بيبقى اساس مكسب اي فرقه، مش اي فرقه بيبقى عندها ديفنس قوي. احنا الاول كنا شايفينها اللي هي ممكن تكون صعبه شويه، بس مع الوقت يعني تعودنا على يعني سيستم الكابتن،
ولا يعني شفنا ان احنا نقدر. طب انتوا ما زهقتوش من الظبط والربط ومفيش تمرين كل يوم ومفيش راحه وهو بس يوم واحد في الاسبوع راحه، ما زهقتوش من ده؟ لا عادي يعني، كنا عارفين ان اكيد هنوصل لحاجه كبيره طالما احنا بنتعب ويعني نيجي على نفسنا. بتقولوا الكلام ده دلوقتي بس وقتها اكيد كان في يعني، انا شايف ريم بتضحك يعني اكيد كان في شد وجذب طبعا. يا كابتن سيبني بقى شويه يا كابتن وبتاع، طب اسافر بس يومين وارجع، ولا كنتوا حاسين ان ده هيوصلكم للبطوله؟ قال خلي بالك لان ده الكلام ده هو ده المهم، هو ده الدرس. يعني ممكن كنا شايفين الاول ان احنا اكيد ده يعني عاوزين راحه او الموضوع صعب شويه، بس لا يعني هو ده اللي وصلنا. يعني انتوا قعدتوا اعداد قد ايه؟ يعني شهرين مثلا، ثلاثه في الاول، اربعه ها؟ منطقه اتاخرت. منطقه اتاخرت، قعدتوا اربع اشهر تتمرنوا، ده كتير جدا على فكره. لعبتوا في اثناء ماتشات وديه كتير صح؟ في الاخر. طب لما اتنقل التمارين عشان بطولات افريقيا اللي فاتت، الطايره واليد ايضا، الصاله اتاخدت ما بقاش تتمرن فيها، فبقينا نتمرن بره. كنتوا تتمرنوا فين؟ يعني في اماكن مختلفه، مره شيخ زايد، ساعات مدينه نصر، وكنا كمان بنشوف على حسب البطوله بتاعتنا. يعني لما اول ما كنا بنعرف فين الملعب بتاع البطوله كنا بنحاول ان احنا ناخد مركز الشباب الجزيره. ما اتمرنتوش؟ لا اتمرنا، كنا بنحاول شرقيه الدخان. كنا بنحاول ان احنا ناخد ملعب فيها عشان نتعود. بس خلي بالك ده كان موجود برضو عليك وعلى اولياء الامور، يعني باباك ومامتك، ان هم لما بيجيبوا فريق يجيبوكي نادي الجزيره، نادي الاهلي في الجزيره، غير لما تروحي مثلا مدينه نصر، فكان مجهود. يعني شفت تعاون كده؟ يعني حسيت ان انتوا عندكم هدف وحتى اهليكم مساعدينكم في الهدف ده؟ اكيد حسيتوا بده. طب ايه اكتر حاجه السنه دي حسيتي ان هو كانت صعبه ولحظه انتوا تعبتوا فيها وحسيتوا بندم شديد وان احنا لازم نعوض الكلام ده؟ يعني حسيتوا ده امتى؟ حسينا بده يعني انا قصدي اقول ان اكيد في لحظات صعبه بتعدي على الموسم. هل مباراه خسرناها، موقف، ماتش ازم معانا، ماتش كسبناه بالعافيه؟ يعني احنا لحظه كانت صعبه علينا، ايه اللي كان علينا صعب السنه دي؟ ان احنا تعبنا ويعني عملنا مجهود كبير فما كناش عايزين مجهودنا يروح. حسيتي بده امتى انه ممكن مجهودنا يروح؟ هل ماتش الصيد سوري ماتش سموحه ولا كان في ماتش كسبناه بالعافيه وجالنا في الاخر واحنا كنا وحشين؟ لا ماتش سموحه ما خسرنا، يعني هو كان عدم توفيق مش اكتر بس. هو يعني كنا حاطين في دماغنا ان احنا لو خدنا فرصه ثانيه احنا لازم ننزل بشكل احسن عشان لعلمك ممكن الموضوع ده انت بتقوليه ده صح، انتوا لو كنتوا مشيتوا المواضيع عادي ممكن ما كنتوش تكسبوا، انما ربنا اراد ان انتوا زي ما بيقولوا ايه تتقرصوا عشان تيجي لكم فرصه ثانيه. صح ولا انا غلطان؟ صح. طب لما خدتوا الفرصه الثانيه ودخلتوا على الدوره الثلاثيه كنت عايزين تاكلوا الفرقه باسنانكم صح؟ اكيد. احنا جانا لنا الفرصه مش هنسيبها. بالزبط. صح ولا انا غلطان؟ طيب ريم خلينا اجي لك بقى، انت يعني ريم علي طلعت بنت كابتن علي طلعت طبعا، واسره رياضيه، انت اخواتك البنات كلهم بيلعبوا، اخوك الزهير برضو بيلعب باسكت، ده فادك في ايه؟ يعني اتعلمت من غلطاتهم كلهم تقريبا. تعلمك هو ده اللعيب الصغير بيطلع بيتعلم من غلطات اخواته الكبار. طب انت اختك بتلعب في الفريق الاول نور علي طلع، بتنتقديها لما تعمل حاجه غلط ولا شايفاها سوبر؟ هي طبعا يعني مثلي الاعلى بس لا اكيد بنتقدها في حاجات في اللعب وكده. يعني 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 في اوقات بتنتقديها واوقات ما وهي بتتقبل كده عادي ولا ايه بقى قولي لي؟ عادي ما تيجي تنتقدني بعديها بقى. مش هتفوتها. طيب احنا يعني اكيد في يعني مناسبه زي دي وتكريم زي ده عمرنا ما هننسى طبعا كابتن ايهاب الالفي المدير الفني للفريق الاول، الحقيقه دلوقتي بيخوض منافسات صعبه وقويه، ونتمنى له كل التوفيق. اهلا بيك يا كابتن ايهاب. اهلا بيك كابتن ايهاب. منورنا والف مليون مبروك، انجازات كبيره. كابتن ايهاب الالفي، كابتن نبيل بخيت، كابتن اسلام وكل الجهاز، وكابتن احمد ابراهيم، كل الجهاز، انا مش عايز انسى حد. الحقيقه مجهود كبير السنه دي يا كابتن ايهاب. الله يبارك فيك يا كابتن هيثم. طبعا الحمد لله رب العالمين. اولا ببارك لفريق تمثال السنه وبطلات وفعلا نجوم ودول مستقبل النادي الاهلي، ببارك لهم على البطوله الغاليه. بطوله 18 سنه بطوله الجمهوريه. الجيل ده مش احنا بطل الجمهوريه في السنوات اللي فاتت. الحمد لله السنه دي مع اسلام وكابتن نبيل الفرقة صراحة اتغيرت مع اسلام، ببارك له ان هم ياخدوا بطولة الجمهورية رغم النقص اللي كانوا فيه ما بين انتقال لاعبات بره النادي لسفر حبيبي حاتم لاعب منتخب مصر ومن احسن
فاست سيليكشن في بطوله افريقيا مع منتخب مصر، وكمان اصابه كابتن الفرقه ولاعيبه منتخب مصر على 15 سنه بتول، ان هم يكسبوا من غير الثلاثه دول انا بحييهم فعلا، بطوله غاليه وانا سعيد بيهم جدا وفرحان بالبطوله دي. كمان تحت 16 سنه احمد ابراهيم ببارك له مبروك، النادي الاهلي هو بطل 16 سنه وبطل 18 سنه، وحتى 14 سنه احنا كنا ترتيبنا بعيد يا كابتن عايزه، دلوقتي احنا ثاني الجمهوريه فرقه قاعده مع كابتن خالد عايد بحييها برده. فالحمد لله احنا في القطاع الناشئات الحمد لله في تدعيم، احنا مع كابتن نبيل اللي جايب ثلاث اربع بنات طولهم فوق ال 175 سنتي ان شاء الله، مواليد 2005 و2004، 16 سنه دعمنا بنتين او ثلاث بنات اثنين من الشيخ زايد وواحده من بره، 18 سنه الفرقه الوحيده اللي ما دعمناهاش صراحه، انت عارف السن ده بيبقى صعب الاستقبال، فعشان كده انا الحمد لله في القطاع الناشئات في طفره في قطاع الناشئات، وفعلا مستقبل النادي الاهلي يا كابتن هيثم في امان باذن الله ان شاء الله يا كابتن ايهاب. وكمان ما ينفعش تبقى معايا طبعا في مداخله وما تطمنش على الفريق الاول، اخباركم يا كابتن؟ والله احنا في اسكندريه الحمد لله احنا لعبنا ثلاث مباريات النهارده اجازه، دي الدوره المجمعه النهائيه، الحمد لله كسبنا الثلاث مباريات، كسبنا سموحه وكسبنا استيد وكسبنا الشمس، النهارده راح بكره نلعب الجزيره وبعده نلعب سبورتنج ان شاء الله، سبت الجزيره والحد سبورتنج ده للنهائيات، ونرجع ان شاء الله يا كابتن هيثم يوم 5/5 الدوره النهائيه للدوري السوبر ان شاء الله. الحمد لله احنا كسبنا ثلاث مباريات، سبورتنج خسران خسر مباراه، احنا كده متصدرين الحمد لله الدوري لحد دلوقتي، وبكره نلعب الجزيره ان شاء الله، فدعواتك يا رب ان شاء الله تكمل على خير. الهبدة ودعواتك ودعواتنا معاك يا كابتن ايهاب، بشكرك كابتن ايهاب الالفي المدير الفني للفريق الاول لكره السله سيدات، كل التوفيق لكم في اسكندريه ان شاء الله، فاضل لكم مباريتين وترجعوا باذن الله، قلوبنا معاكم ودعواتنا وان شاء الله اكيد هنتابعكم ونبارك لكم باذن الرحمن بطولة الدوري. يمكن اجي لكريم كان قبل الفاصل معك او قبل مداخله كابتن ايهاب الالفي، وزي ما قلنا ان اخواتك بيلعبوا الفريق الاول، شايفاهم برضو مثل اعلى، طب قولي لي بابا بقى ساعات بيوجهك ولا ايه الموضوع؟ يعني هو اول حاجه اصلا يا مامتي هي اول واحده بتوجهني، وبصراحه بتقولي على حاجات تخليني احسن دايما زي بابا. لا ما تاكلينيش في الكلام كده يا ريم، واحده كده مع بعض. يعني انا على طول نسبتي كانت على الباسكت يعني وحشه قوي عشان بلعب على الحلقه، يا ماما اول واحده قالت لي ان انت لازم تلعبي على البورد، بصراحه من ساعه ما لعبت عليه ونسبتي بقت احسن بكتير. بقيت ماما ولا بابا اللي قالت لك؟ اللي قال لك ماما. ماما يعني ماما متابعه كمان وعارفه كل حاجه. يعني بابا لا بابا يعني عشان هو كابتن وكده فبيقول لي يعني اللي هي الحاجات الفنيه لكن ماما بقى هي اللي بتخش في الموضوع يعني البيزك بقى كله. طب قولي لي يعني الدرجه الاولى انت طبعا متابعه مع نور الدرجه الاولى وماتشاتها وبتاع، صعبه الدرجه الاولى؟ ماتشاتها صعبه؟ هو على حسب الفرق، يعني فرقه فجاه بتكسب فرقه جامده وفجاه تقع. حابه تخشي في الموضوع ده؟ خالص. يعني مع ما بقى وتخشي وال بس خلاص اصل خلاص انت كلها سنه ولا حاجه ان شاء الله وتبقي يعني مع نور باذن الله. ان شاء الله. انت مركزك ايه؟ أربعة. نور بتلعب خمسه، فانت ممكن تبقوا انتوا اثنين في الملعب، ساعات نور بتلعب اربعه وخمسه، بس يعني انت ممكن تلعبي مع نور في الملعب عادي، ايه المشكله؟ ويبقى يعني ده ساعتها بابا هيبقى فرحان جدا يعني. طب قولي لي بقى اخوك الصغير طلع زيكم؟ اخوك الصغير طلع زيكم؟ برضه محمد بيلعب، محمد بيلعب 3 و4 يعني زينا كمان، ساعات بلعب 3. محمد عنده كام سنه؟ 12 سنه. 12 سنه لسه صغير. طب قولي لي انت عندك طموحات حابه تطلعي بره ولا زي نور ولا ايه؟ طموحات اطلع؟ لا مش حابه تطلع. انت عايزه تقعدي هنا ونكمل بقى مع الدرجه الاولى؟ يعني مش حابه تسافري؟ طب قولي لي بقى انت يعني لما جه كابتن اسلام والتمرين والمفرمه اللي كنا فيها انت كنت حابه ده ولا لا؟ انا ممكن ما كنتش حضرت اللي هي في المفرمه في الاول، بس يعني كانت في الاخر ما كنتش حابه الموضوع قوي. بس ليه مش حابه؟ كان المجهود جامد؟ هو بالنسبه لي ما كانش جامد قوي عشان جربت الاجمد منه يعني. بس مين الاجمد منه؟ منتخب. انا وريمو حبيبه كنت في المنتخب. يعني انت كان مع المنتخب التمرين اقوى. بس هي فكره بلاش، انا كنت تعبانه من المنتخب وما كنتش حاسه ان انا يعني لسه هقدر اعمل كده مع الكابتن اسلام تاني. بس لا يعني حسيت الموضوع لطيف. طب انت كنت مع المنتخب في الصيف فما حضرتيش الاعداد صح؟ لا
لا ايه كنت مع المنتخب ولا لا ما كنتش مع المنتخب؟ لا كنت مع المنتخب وما حضرتش الاعداد. يعني قصدي اقول ان انت ما حضرتيش فتره الاعداد بس كنت مع المنتخب برضو يعني برضو مجهود كبير يعني اكيد. كم انت كنت كم واحد من المنتخب مع بعض من الاهلي انت بس ولا لا ثلاثه انت ومين؟ انا وهنا وحبيبه. انت وهنا وحبيبه الثلاثه كنت في المنتخب يمكن ما حضرتوش مع بعض الاعداد بس كان بعد كده المباريات بقى والسيستم كله مع بعض. طب قولي لي انت يعني بقى طموحاتك ايه الفتره الجايه؟ طموحاتي في الاول عايزه تخش كليه ايه؟ لا اي حاجه ربنا. ده انت ما شاء الله عليك ده انت قولي حاجه يعني انت ما شاء الله يعني ايه اكيد بابا وماما ما بيتعبوش معاك اي حاجه كويسه. طيب وبالنسبه للعب؟ لا يا شهر يعني منتخب بقى وكده وبتاع ان شاء الله الحركات دي كل التوفيق ليك ان شاء الله. ان شاء الله. ما هي ايه بقى طموحاتك الفتره الجايه؟ يعني ان احنا ممكن منتخب وان احنا برضو نعمل نفس اللي عملناه السنه دي السنه الجايه. طب وبالنسبه للدراسه احنا الاثنين كليه ايه ولا برضو اللي ربنا يجيبه؟ اهم حاجه حلو اللي ربنا يجيبه كويس احنا كله هنتفوق فيه ان شاء الله. طيب برضو ريم طموحاتك ايه قولي لي؟ اكمل في الفيرست تيم في الاهلي والمنتخب ان شاء الله. ان شاء الله وحاسه ان ده ممكن ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. طيب هنا نبيل ايه طموحاتك بقى الفتره الجايه؟ نفسي العب كاس عالم. برافو عليك كويس طموح حلو ان شاء الله. طيب بس يا رب الجيل بتاعك ما يخذلكيش يعني في اجيال كده ما تبقاش مكتوب لها انها تلعب كاس عالم ان شاء الله توصل ان شاء الله. طبعا وانا سعيد بيكم جدا وبشكركم وبشكرك هنا طبعا نبيل بخيت نورتيني وشرفتيني وريم اشرف نورتيني وشرفتيني ماهي طبعا محمد نورتيني وشرفتيني ريم علي طلعت يعني نورتيني وشرفتيني والف مبروك المكسب وان شاء الله تشوفك قريب في الدرجه الاولى مع اختك ان شاء الله. اعزائي المشاهدين هنطلع فاصل قصير وارجع لحضراتكم اكيد عشان نستقبل بقيه لاعبات فريق 18 سنه اللي حصل على بطوله القاهره وبطوله الجمهوريه.